أكدت سوزان حرفي عضو مجلس أمناء كتلة الحوار في تصريحات للتلفزيون المصري، أكدت أن الحوار الوطني بحث إمكانية دعم الأحزاب السياسية للقيام بدورها، مشيرة إلى أن البداية كانت مبشرة وأن الجميع يتحدث على ضرورة إجراء تعديل على قانون تنظيم الأحزاب السياسية. البداية مبشرة جدا، ولأنه الانفتاح اللي سمعناه النهاردة لو الناس تابعت الجلسات وما يقال فيها، وأنه يبقى مجلس الأمناء كله بيتحدث عن مجال غير محدد في إطار تعديل أو تغيير القانون، قانون أحزاب السياسية الحاكم من قانون 40 لسنة 77 بتعديلاته، أنه كمان يتحدث عن أنه إصلاح الأحزاب لابد أنها تكون أحزاب قوية، ويناقش ده مع المعارضة. كان ممكن يقعد في أوضة مغلقة كده مع أحزاب الموالاة ويتكلم ويقول إن إحنا عايزين إننا نقوي الأحزاب دي، وهي أحزاب ممكن تكون قوية بما فيها من دعم مالي ورجال أعمال بيمولوها.